السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة سواد أم خديجة. إن شاء الله غادي نحضر معكم ونتقاسم معكم واحد طريقة جديدة ومختصرة ومختلفة في تحضير الرزيزة أو رزيزة القاضي، يعني الأخوات اللي ما عمرهم داروها أو حضروها بهذه الطريقة كنظن ما غاديش يعكزوا عليها. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، الى عجبكم خليو لي اكبر عدد من اللايكات وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. او بسم الله نبدا بالمكونات على بركه الله. عندي الدقيق عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق، وانتم ديروا الدقيق على حسب عدد افراد العائله ديالكم. ما بغيت ندير كميه لا باس بها. كنضيف ليها قليل من الملح، قليل من السكر، قليل فقط، واحد ملعقه صغيره. وكنديروا الماء، بالنسبه للماء كنديروه تدريجيا، والعجين كنخليوه قاصح بزاف. هيك اختي خليه قاصح قاصح يكون باش يعاونهم في الخدمه. أيوه. يعني انا كنديروا الماكينه ممكنش عيب يضر خير درنا مرخي ما يستقمناش. أيوه. كنديروا قاصح باش العجينه هي هذيك. يا كما سمعتوا الاخت ديالي قالت لكم حتى هي اللي دارت هذا الرزيزه ماشي انا، قالت لكم العجين خصو يكون قاصح، يعني ما نديروش العجين خفيف. كنبدا كندخل داك الكميه ديال الماء في هاد العجين. هي راه ما بغاتش تهضر، كتحشم بزاف باش كنهضرها، كنقول لها يلاه هضري هضري. درت ما يدلكوش بزاف شويه، هي في المرحله الاولى ما خصناش نديكو. المهم يجمعوا مزيان العجينه، المهم دلك ولكن ماشي بزاف. الماكينه كتقوم هاي كتجمعو وتخليه قاصح كيما تشوفو. ملي كديري اختي كديري في بلاستيك ياك؟ أيه. وشحال كتخلي تقريبا؟ 10 دقائق يرتاح شويه. كتخلي 10 واقيلا 10 حتى 15 حتى 15 دقيقه. أيه. تخليه بعد ما مرات تقريبا ما بين قلت لكم 10 حتى 15 دقيقه كيكون هذا هو شكل العجين. ها هو راه غير ربع ساعه راه هدلك راسو براسو كيف غيبان لكم في الصوره. يعني كندخل فيه شي كتدخل فيه الاخت ديالي شي بنيات. ايه بيدي شي شويه شويه، المهم لو ماشي بزاف نص دقيقه ماشي بزاف فقط. ودابا حيت حنايا في الحال بارد انا الصراحه خدمتها بسهوله، درتها في غير البلاستيكات، المهم سهله. ولكن في الحال السخون ضروري خصنا ملي نخدمو نحطو شي في الثلاجه ما نجبدو حتى وحده، لانها كتسخن بزاف وعتعذبنا في الماكينه كتبقى تقطعنا العجين. ايوا صافي. أيوة. دابا بعد ما دلكتها 30 ثانيه غادي ترجعها للبلاستيك. وتخليها واحد 5 دقائق 8 دقائق بحال هكا. ونكملوا لها تتمات الخدمه ديالها ان شاء الله. دابا غادي تدوزي تحضري الكريمه اللي غادي نخدموا بها هذه الرزازه ياك. هذه الكريمه هي عباره شنو؟ مكونين الزبده والزيت. بالنسبه لهاد 2 كيلو ونص، ما بين 2 كيلو حتى 2 كيلو ونص ديال الطحين، شحال درتي فيهم ديال الزبده وشحال درتي ديال الزيت؟ درنا نص رابعة ديال الزبده، يعني 125 غرام. درنا نص سيطر ديال الزيت. يمكن لهم يديروا زبده حيوانيه او مارغرين اللي بغاو. اللي بغاو اللي مفصل. كناخذوا الخلاط الكهربائي كيف شفتوا، درنا فيه نص لتر ديال الزيت تقريبا 500 ملي، ودرنا واحد نص رابعة ديال الزبده كما قلت لكم اللي بغيتو، سواء حيوانية كتعطي البنة زوينة أولا ديرو المارغرين كتعطي التراب. كنطحنوهم حتى كتولي على شكل كريمة كريمة أولا فومات كما قلتي. كنفرغوها في واحد البول وكنحطوها على جنب حتى نخدمو بيها. بالنسبة للعجين ارتاحت دابا عاوتاني غنوليو بحال نقصحوه عاوتاني، دابا بحال الملوي كنرخفوه كنخليوه شويه يرتاح وكنبقاو نقطعو. هادي لا نزيدو نقصحوها شي شويه باش تساعدنا في الخدمة، غير شي شويه، المهم بحال كنقصحوه صافي باش ما نخليوهاش كيف ما كانت. دابا داسك ان شاء الله عنبداو نقطعو. دابا تبداي تكور ياك؟ عنبدا نكور، عندي الكبيرات صغيرة فيها 90 غرام. انا اللي كنت كنوزن 90 غرام. 90 غرام. وكبارات كبار بحال درتي في 150؟ 150 غرام. 150. وانتوما ديروا الحجم اللي بغيتو، واش بغيتوهم كبار ولا صغار؟ صغار. شتي كتديري لهم الطحين علاش؟ باش تلصق صحيح؟ لا باش ما تلصقش مع بعضياتها. صح. لا باش ما تلصقش مع بعضياتها. عندي بلاستيك عاوتاني باش كل كره كتبقى بوحديها. ايوا صح. باش علاش كنديروا الطحين؟ كنهزوهم بسهولة. نكوروهم. كيف كتشوفوا العجين كيبان لكم؟ شتي كيف مجهب، يعني
تبارك تحلت كل الله، مورق. مورق ما كده. ندلوك ما والو، لا للامانه راه ما ندلوكش، ما يعني مدلوكش، هادشي اللي درتيه هو اللي كاين، ولي كاين ما قطعنا مازلو عليكم حتى شي حتى حاجه. واخا حاجة، الفيديو يجيكم طويل شويه، ولكن باش تكون الصوره واضحه مش والمعلومات وصلت. أيه، باش الواحد يفهم داكشي بالتفاصيل، إن اييه شاء الله هتجيكم ناجحة 100%. احسن المبتدئات، لان بزاف الناس كيتشكاو، يعني الرصيصه شويه كيخافوا من الناس، ما كيزعموش عليها، ولكن بهذه الطريقه انا كنظن ناجحة إن شاء الله. ناجحه ان شاء الله. كتستمري انت شفتي كتكوريها؟ تبارك الله بحال اللي تقولي مدلوكة، شتا شتا توقف فيها بحال مجعبة. مجعبة كاملة تبارك الله. يتبعوا غير الطريقة إن شاء الله هينجحوا، هتنجح معاهم هتنجح الوصفة. معاهم الوصفة. دابا غادي تستمر كتقطع العجين وما نكوروش دقة واحدة، ياكي نكورو ما نكوروش دقة واحدة، لا يعني بتدري نكورو كمية ونديروها الاخر في خلاص البلاستيك بلاستيك، عاوتاني ونقدروا عليها الدقيق باش ما تلتصقش مع بعضها. منين نقربو نسيرو تبقى لنا شي كولا ولا اييه نولي عاوتاني عاوتاني نكورو نكورو العجينة اللي عجنة. بقات. أيه. اييه دابا شنو بديتي ديري دابا في العجين؟ كتهربليه كنحربلو بحال حتى علاش كبودانات بحال الباقيطات. باقيطات. اييه اه كما قلتي قبيله الكبار باش والطحين نديرو في يدينا الطحين نبقاو نحربلو. انت كتهربليها بالطريقة. ايه نحربلو مزيان وكنحطوهم شوية، المهم نديرو 5 لك عدا العوين نديرو حتى 10، ما كانش عندنا غير مثلا بوحدين نديرو غير 5 بـ5. كنحرب لهم دائما بمساعدة الدقيق باش ما يلتصقش العجين. اه ضروري واش كتزيد تحت صح، لان البيضة خصها تخدم قاصحة. داكشي اللي كاين بحال كيعاود انتي ما شفتو العجين كيف كان منفل. فقاعات. اي الفقاعات كتلقيه على كنطلقو شكل ونديرو طولي، الطحين. اه ونديرو الطحين. لان ما خصكمش تلقوه بالعرض، الا لا تلقوه بالعرض غيتبقى يتقطع عليهم من الجناب. من الجناب نديرو على حسب على الطول، على لان الطول الماكينه ما ما كنخدمو حنا بحال هكا، تمام. مع الطول وكنديرو الطحين من التحت نديرو الطحين من الفوق، غير نديرو الطحين ما نخافوش. لان هي كتخدم هي قاصحه. كتخدم قاصحه. عاوتاني نديرو التانية بحالها، تاني طول ونديرو تاني الطحن ونديرها فوق منها، نديرو حنا 5. ديرو 5 إلا كان عندكم العوين، ديرو حتى 10. العشرة حنا درنا وقيلا حتى حنا درنا 10، عشرة غير ما بانش ليهم في الصورة. حنا 10 يعني معاونين غير درنا عشرة. تقطع المقطع تقطع، أيه. حتى حنا معاونين درنا 10. 10 اللي بوحيتو در. دابا ناخدو هاد الأداة اللي كان نديرو بيها، كنطلقو بيها العجين، راه كلشي كيعرفها. داك العجين اللي طلقنا كندخلوها في نمره 5، ياك كديرو نمره 5. نمره 5 وكنطلقوها بيدنا. لا لا ما يمكنش بيدينا، زعما نديرو لا لا كنطلقوها ويدنا مرخوصه، ماشي يدنا مرخوصه ما مزيره. نزيروهاش حيت غزيرنا غادي تقطعنا العجينه ونديرو الطحين. الطحين دائما ضروري الطحين، وعندكم دائما واحد الزلافه ديال رشوا الطحين دائما. هي وتنحطوها على هاد وكنديرها الطريقه. الثانيه الثانيه هادي الا ما درتوش وحده الدقيق راه غتلتصق ليكم. ضروري الدقيق، ها هي انا ما بغيتش نقطع عليكم حتى مرحله، لا يعني ماشي مشكل يجي الفيديو طويل، ولكن المعلومه توصل ياك. باش ان شاء الله داكشي اللي المهم تصدق لهم. هي ادير معاكم وحده اخرى. كنديروها في النمره 5. راه قلت لهم نمره 5. نمره 5 حيت انا عارفك باقا كتحشمي، باش انا اول مره كتهضري. اول مره الفيديو ان شاء الله الثاني والثالث. دابا طلعت معاكم ان شاء الله. دابا سمحوا لي راه جات مسكينه غير ضعيفه، قلت لها يلاه جايه تصور معايا هذاك الشيء الشيوه اللي كدير. راه هي كديرها بهذه الطريقه، كاع العائله والحباب والناس اللي كيعرفوها عرفتي طول العمر مشينا بحال هذه الطريقه وسهله وكتنجح. اصلا اللي كيجي عندي دابا بعد ما تورقناها ياك، دابا غادي ندهنوها بداك الكريمه ديال الزبده والزيت. اييه كندهنوها مزيان مزيان ونخوي يدينا، ملي نكونو كندهنو نخوي يدينا هاكا غير ما نخافش منها، وباش ما ننساش يكون الدقيق ممتاز نوعيه جيده. نوعيه جيده لان ملاوي كيصدقوا اي حاجه كتصدقوا، كي الصراحه خصها دقيق ممتاز باش ما نخدمو بيها كيف ما بغينا. وندهنوها مزيان من الجوانب كامله، من الفوق ومن التحت، ونرخيو يدينا ودغيا تبارك الله كتسربا. وعاد ندوزوها في الماكينه مره اخرى ياك؟ عاد ندوزوها. دوزناها في الاول باش ورقناها، دابا باش نزيدو الزيت وعاوتاني. دابا بعد ما دهنتي داك
داك العجين ديالك بداك الكريمه ديال كريمة الزبده الزيت. والزيت، شنو دابا كديري؟ دابا وصلنا باش نخرجوا الرزيزه، تخرجي الرزيزه، وصلنا لمرحله باش مرحله باش نشكلوها على شكل رزيزه. رزيزه يعني هذه العمليه ضروري خص جوج ولا غير وحده؟ المهم من الاحسن، من الاحسن يكونوا جوج، من الاحسن. وكاينين كاينين تبارك الله، بحال دابا انت تبارك الله عاد راه حنا معاك وصافي. غير تبارك الله، كديري يا بوحدك سهله، نديرها بوحديتي، جيت كنشد بيه وليت كنجرب. في الحقيقه كتصايبيها وتصيفطيها لنا وكتكوني بوحدك، هي تبارك الله عاد قالت تبارك الله ما شاء الله، مبتدئات ما شاء الله ماشي مشكل. يتعاونوا ضروري ما يكونش بوحديهم، يديروا مع شي واحد. غير شي وليد صغير ولا اللي كان يضر، يجر لك ولا يدور لك، ماشي مشكل. اللي كنوصلوا ثاني العمليه ديال باش كندوروها وكنحلو يدينا مزيان، ولكن ما تخافوش هذيك الفتحه ما تبقاش تبان في مره، كتسد الله كتسد وكتجي. المهم بركه من الداخل، بركه من الداخل تبارك الله، انتم تشوفوا في الاخر كي تخرج. عاوتاني كنوليو للثانيه الثالثه، هذا هو شكلها ملي كتلول بها، ملي كنلول بها كنحطو حتى شويه ترتاح، اخذ مع الثانيه اخرى حتى كنسالي في مره سالي الكميه، سالي الكميه اللي خدام الاولى. انت كديري معاهم وحده اخرى العرض البطيء يعني ما زربتيش، لا باش المعلومات توصل والصوره تكون اوضح. كنديروا لها الزبده والزيت، كنديروها من المهم كلها تبقى بلاصه بلا زبده وزيت. يعني كانت في الاول كنرخيو يدينا فاش كنكونوا كنخدموا، كنرخيو يدينا وما نخافوش منها. بالنسبة للزبدة هنا درتي زبدة حيوانية، نتي حيوانية من الأحسن كتعطي من الأحسن، إلا كانت من الأحسن ما كانتش شي ماشي مشكل. مارغرين مارغرين واقتصادية ما شاء الله، 2.5 كيلو في 125 غرام ديال الزبدة ومع نصف لتر ديال الزيت، راه ما شاء الله اقتصادية، كتعطي كمية لا بأس بها. دابا تشوف في الآخر إن شاء الله كيف كتشوفوا، دابا دخلات هذاك الآلة، هاد الآلة اللي كنورقوا بها العجين، كتخرج القيادة فيها الجهة الخويطة ديال السبيط تبارك الله. وانتم غتشوفوا إن شاء الله الشكل النهائي، يعني كل كتاب بوحديها، ما مسقة ما والو. رب العاني يعني تعمدنا باش نقطعوا في الفيديو باش نديروا دخل فيديو طويل، ولكن باش المعلومة توصل في الوقت ديالكم. ها هما كيفاش شكلات الابهام، وسبحان الخارة ثاني كنوسعوا يدينا، غير نوسعوا ما باش ما تجيكمش مدقصه، كنوسعوا يدينا. المهم حتى ماشي غير عاديين كنحلوا يدينا، كنوسعوها انتو كندخلوا داك الخويط الاخر داخل وصافي. المسألة طريقة سهلة وناجحة، و يعني اللي جا الشقر الزيزة ضروري، غادي الشقر الزيزة ضروري غادي يوم سهلة. دابا غنكملوا الكميه اللي عندنا، هاكي غنكملوا الكميه ان شاء الله اللي عندنا ونرجعوا. بعد ما شكلتيها كامله وساليتيها ياك بالخدمه ديالها، دابا عطاتنا تقريبا شحال؟ عطاتنا 26 حبه، 26 كاين اللي فيها الكبار اللي كاين فيها 150 غرام 150 غرام، والصغار فيهم 90 غرام. ايه دابا نبداو من الاول، حيت كنا حنا كتشوفي البلاطو هو دايرينهم، يعني واش غير كنشكلوها كنبداو نطيبو ولا كنخليوها تطلق شويه؟ لا دابا حنا الاول شويه، خليها تطلق شويه ضروري. لكن في الاول يعني حنا درنا الاول، حنا عارفين البلاطو الاول ها هو شكلها. كنبداو دائما البلاطو الاول. اييه والاخر كنخليها ها هو شكلها، شي خويطات لا تبارك الله رقاق ما شاء الله، حس بيه تبارك الله سبحان النبي. ولكن اللي كان اللهم بارك وزيد غزال، الله يعطيك صحتك امين حبيبه. حنا عاود ثاني والطحين، كنأكد على الطحين يكون من نوعية ممتازة باش لبغات تنجح لنا هاد الطريقة. دابا غادي نبداو نطيبو فيه هنا، غنبداو نطيبو، راه حطينا المقلة سخنات، بالنسبة ما خصناش نكرسوها، لا بحال اللي كنصفو مسافات كنصفو قلال، يعني قلال ونخلوها غلاضة، ما نضغطوش عليها راه كتجي مفرزة من الداخل، لا حيت مخدومة بالزبدة والزيت وهداك ديك الآلة صافي، ما يحتاجش اننا نضغطو عليها. كنحطوها كما قلتي ونصفوها شي شوية، نصفوها وصافي كنخليوها، ملي كنخليوها غليظة ما نرقوهاش، رقناها تجينا يابسة، هي بالعكس تبارك الله. ملي عتحلها نتوما غتشوفو في الآخر كي غتجي. نبداو نطيبو على نار نار مجهدة، ما تكونش قليلة، ما تكونش متوسطة، قوية باش تبارك الله دغيا كطلع وكطيب لنا من الوسط. إلا نقصنا البوطة غتيبسلنا، والنار في الأول تكون سخونة المقلة، المقلة المقلة سخونة من الأحسن. واللي بغا يديرها في الفران، الفران كاين. المهم انا صراحه شخصيا ما كتجيبش في الفران، بصح كتجيني شويه قاسحه، ولا كتجي بنينه، كتجي بنينه وكتجي شويه ناشفه. انا تبارك الله كتجي بنينه وكتجي فوق. انا المهم بنينه، واللي بغى الفران ماشي مشكل، اذواق. اي انا مش انا الصراحه مقلى احسن.
كنبداو نقلبو ونشقلبو حتى كنحصلو على داك اللون الذهبي. انتما كتشوفو تبارك الله اللون الذهبي، وعاد تشوفوا النتيجه في الاخر تبارك الله. ان شاء الله ما تجربوها وتكون عندكم تنتما ان شاء الله. ان شاء الله الله يعطيك صحتك. الله فيديو كامل ان شاء الله صراحه زعما اللي كيبغي الرزازه غير تبارك الله. عائلاتكم ان شاء الله تنتوما، وعاد تولي نتوما توريوها لحبابكم كما انا تمني صايبه صراحه. اللي كيجي عندك صايبها له كيقول لك والو ما مشي تتعلم وتبارك الله كلشي بدا يصايبها العائله كامله صلاه عند ولات عندنا ان شاء الله يا ربي. حتى انا الصراحه غير بغيت نصايبها، قالت لي لا لا غير خليني نصايبها بطريقتي. ايوه وصافي. بعد ما طيبناها وانتهينا من الكميه ديالنا، هي كيكون هذا هو شكلها الشكل النهائي ديال الرزيزه ديالنا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، تعجبكم الرزيزه وتنجح معكم ان شاء الله. غادي تبعثوا المراحل من الاول للاخر، غادي تنشوفوا فيها ان شاء الله. وعاد اللي عندكم تنتمى بحال كيما عندنا حنا معتمده ان شاء الله، معتمده للاكل المناسبات الاعياد. يجوا عندكم الحباب والعائله يرحبوا بالصحه والراحه ان شاء الله. ما تبخلوش علينا باللايكات، لايكات. ملي كنت اول مره كتدخل القناه ما تنساهاش تضغط على زر الاشتراك لتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولتعم الفائده كذلك قسموها مع الاحباب ديالكم ودعمونا كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. وبسلامه الى اللقاء ان شاء الله فيديو اخر.